موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. سمحت قوات الاحتلال للمستوطنين لأول مرة باقتحام صحن قبة الصخرة، وقد نددت الهيئات الإسلامية في القدس في ختام اجتماع طارئ لها بالاقتحام، معتبرة أن ذلك ينذر بإشعال المنطقة. في السياق ذاته، استدعت شرطة الاحتلال رئيسة شعبة الحراسات في المسجد الأقصى والحارس لؤي أبو السعد عقب محاولات الحراس منع المستوطنين من الوصول إلى صحن الصخرة. في موضوع آخر، أصدرت محكمة العدل العليا في جلسة عقدتها في مقرها بمدينة رام الله قرارا يقضي بوقف إضراب اتحاد العاملين في الجامعات الفلسطينية، وعقب الاتحاد على القرار أنه لن يثنيه عن مواصلة نضاله بالدفاع عن المكتسبات التي حققها. تم إلغاء كافة الفعاليات والنشاطات حتى السابقة وإلغاء الإضراب بشكل صريح، إلا أن المحكمة قفزت عن هذا الإعلان، وبدل أن تحكم بعدم جدوى الدعوة وسقوطها أساسا بإقرار المدة عليهم بإلغاء الإضراب، ذهبت إلى إصدار قرار بوقف إضراب ملغي. وهذا هو محور وجوهر الخطورة القانونية التي أنا كمحامي مصدوم منها. أعلن اتحاد شركة أنظمة المعلومات بيتا ومجموعة الاتصالات عن موعد انطلاق فعاليات أسبوع فلسطين التكنولوجي إكسبوتك في دورته 14، والذي من المقرر أن يعقد بالتزامن بين رام الله وغزة في الفترة ما بين 11 و13 من الشهر الجاري. يعني احنا كمجموعة اتصالات فلسطينية على مدى 14 عام اللي مضت كنا ولازلنا شركاء رئيسيين وعين رئيسين لهذه التطور التكنولوجية في هذا المعرض، وبالشراكة مع وزارة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات، وبالشراكة مع اتحاد أنظمة معلومات، شركات أنظمة معلومات بيتا. يعني تقوم كل الشركات الفلسطينية بعرض كل ما هو جديد وما قامت بتطويره وابتكاره في هذا المعرض. افتتح في مدينة بيت لحم سوق الميلاد الدولي 17 بمشاركة أكثر من 15 دولة عربية وأجنبية، إضافة إلى بعض المؤسسات والجمعيات الفلسطينية، ويشمل السوق على أغراض وحاجيات العيد. نختم بحالة الطقس، حيث يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح تكون جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. لمزيد من الأخبار والتفاصيل والتقارير المصورة، تفضلوا بزيارة موقع وكالة وطن وطن.tv. بأمان الله. We'll be right back.